السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليفة الضوئية هي عبارة عن أنبوبة رفيعة مصمتة من مادة شفافة مرنة فتصنع هذه الأنبوبة المصمتة بحيث تكون الزاوية الحرجة صغيرة بحيث دائما تكون زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة فإذا دخل شعاع من أحد طرفيها يحدث له عدة انعكاسات لأن زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة إذن فكرة عملها انعكاس كلي حدوث انعكاس كلي فتستخدم الليفة الضوئية في نقل الضوء إلى الأماكن التي تصعب الوصول إليها فحص المناظير والاتصالات حيث تستخدم في الليفة الضوئية وزيادة سرعة النت.